احتضنت بلدية أيثتيزي بسطيف الطبعة الأولى للمهرجان الوطني للسياحة الجبلية وسط مشاركة وفود قادمين من 13 ولاية وحضور حشد غفير من المدعوين وكذا السلطات المدنية والأمنية. وفي عدة نشاطات، نشاطات ثقافية رياضية ورحلات سياحية إلى شلالات هذه المنطقة. هناك منطقتين فيهم شلالات رائعة، يعني مناطق خلابة جدا. لمدة 15 يوم اجتمع أعيان المنطقة ومع الجمعيات الفاعلة في المنطقة بالتنسيق مع جمعيات بلدية بوعندس وبلدية موكلن، واستقبلوا هؤلاء كلهم في المجلس الشعبي البلدي ليرحب بهم ومد لهم جميع الإمكانيات والمتاحة في البلدية ومساعدتهم لإنجاح هذه التظاهرة. المهرجان شهد معارض لحرفيين إضافة لألعاب ونشاطات جبلية تعد فرصة لاكتشاف سحر المنطقة الأخاذ الذي جمع شموخ الجبال وخضرة الغابات وروعة الشلالات. نتمنى أن يكون هذا المهرجان فرصة لطرح الانشغالات التي يسعى الشباب لحلها في هذه البلدية. هو تظاهرة الأولى من نوعها في المنطقة، بحيث أنه مهرجان نحاول من خلاله الترويج لهذه المنطقة التي تزخر بمؤهلات سياحية هامة. توفير الهياكل والمرافق السياحية في أيثتيزي بإمكانه إطلاق قطار التنمية لتصبح قطبا سياحيا ممتازا.